طول فترة شبابها كانت مريم فخر الدين هي البنت الرقيقة والرومانسية، واللي ساعدها في كده ملامحها الجميلة وشكلها الهادي. لكن لما تقدمت في العمر اتحولت لشخص تاني، وبدأت تكشف أسرار بشكل جريء مش بس عنها ولكن عن زميلتها في الوسط الفني. تعالوا بينا نتعرف على أهم التصريحات المثيرة للجدل واللي أطلقتها عن زميلتها في الوسط الفني. من النجمات اللي هاجمتهم مريم فخر الدين بشدة الفنانة صباح، واللي قالت عنها إنها ست بتعشق الرجالة وانتقدت جوازها من شباب صغيرين في السن. مريم فخر الدين قالت كمان عن صباح إنها بتعمل عمليات شد وش عشان تبان أصغر من سنها، ومن ضمن كلامها المثير للجدل هو رفضها إطلاق لقب سيدة الشاشة العربية على الفنانة فاتن حمامة، وقالت ليه يطلق عليها اللقب ده، وطلبت بالبحث في تاريخ أفلامها لأنها مقدمتش أدوار مختلفة. وقالت مريم سيدة الشاشة العربية، طيب أنا مثلا مريم فخر الدين وشادية نطلع إيه؟ جربيع إحنا الاتنين؟ جربوعات الشاشة العربية؟ هند رستم وماجدة الصباحي وسعاد حسني؟ يعني دي هي الرئيسة بتاعتنا وإحنا العوالم اللي بتغني وراها؟ وحكت مريم عن مواقف من حياتها اتكلمت عنها بجرأة، وقالت إنها سافرت لإسكندرية مع جوزها ومع طفلهم وكانت حامل في طفل جديد، وفجأة جوزها قال إنه عنده عملية ولازم يرجع للقاهرة وطلب منها إنها تنتظره في إسكندرية، وقالت إنها وقعت هناك وقررت ترجع للقاهرة، ولما دخلت شقتها لقت جوزها بيخونها مع واحدة تانية في أوضة النوم بتاعتها. وفي آخر الحوارات التلفزيونية لمريم فخر الدين قبل وفاتها مع الإعلامي وائل الإبراشي، حكت مريم فخر الدين عن علاقتها برشدي أباظة، وقالت مريم إن رشدي أباظة كان بيعاكسها، وفي يوم فوجئت بيه جاي لبيتها وكسر الباب بالسلاح، وإنها هربت من سلم الخدم وراحت لوالدتها علشان تستنجد بيها. ولما رجعوا لقوا رشدي أباظة جوه البيت، وقالت إنه طلب إنه يتجوزها لكنها رفضت. كمان هجمت مريم فخر الدين المخرج يوسف شاهين، وقالت عنه إنه أسوأ مخرج في العالم وإنها مش بتحب طريقة شغله ومش بتشوف أفلامه. وحكت مريم فخر الدين في لقاء ليها إنها ما كانتش بتحب أغاني أم كلثوم وأغاني الأفلام اللي شاركت فيها لأنها تربت على الاستماع للأوبرا، وكانت أم كلثوم بترسلها الأسطوانات لأي أغنية جديدة بتطرحها وتسمعها غصب عنها. كمان وصفت مريم فخر الدين الفنانة نرمين الفقي بالتخينة خلال تأديتها لشخصية إنجي في مسلسل رد قلبي، وهي نفس الشخصية اللي جسدتها في الفيلم، وقالت تخينة نرمين الفقي أنا كنت زي البورس، مفيش واحدة تاكل حلة محشي وتروح تمثل رومانسية، حتى الفنان عادل إمام ما سابتهوش في حاله، وقالت إنه ممثل زيه زي أي فنان فازاي نطلق عليه لقب الزعيم. وحكت مريم فخر الدين إنها لما اتجوزت محمود ذو الفقار كان هو اللي بيقرأ السيناريو وبيتفق على كل حاجة وبيشتري لها الملابس ويديها 25 قرش كمصروف، وقالت إنه كان بيتعدى عليها وبيرفض إنها تذهب لأي مكان من دون علمه. وكملت حكايتها إنها اتعلمت بعد كده إنها تحتفظ بأموالها وبتدخرها، وبقى معاها 40,000 جنيه، ولما سافر جوزها اشترت شقة وطلبته بالطلاق. وفي إحدى لقاءاتها قالت عن الفنانة نجلاء فتحي إنها انتهازية، وكانت بتستغل علاقتها بالمخرجين والمنتجين لإسناد الأدوار ليها بدلا من غيرها من الممثلات.